اليوم تم الاتفاق مع الدكتور حسن واثق مدير عام صحة نينوى بفتح لجنة إضافية في أيمن الموصل مستشفى الموصل العسكري، وتستبدأ عملها إن شاء الله من يوم غد لقضاء الموصل وتربية الحدباء الساحل الأيمن. طبعا هذه تضاف إلى اللجان الأخرى المكلفة حاليا اللي هي في اللجان الطبية في أيسر الموصل، وستشمل أم ربيعين اللي هي مدارس الأيسر، إضافة إلى لجنة الأخرى هي في قضاء الكيف حاليا متواجدة هذه اللجنة لمدارس تربية الكيف وممثلية دهوك، ولجنة الحمدانية تشمل قضاء الحمدانية وناحية القوير، إضافة إلى اللجنة الأخرى اللي متواجدة حاليا في القيارة تشمل ناحية الحمام والشورى، إضافة إلى ناحية القيارة وقضاء الحضر ومخمور. نهيب بكافة الأخوة المثبتين على الملاك بينتظموا حسب التسلسلات، وكل الأخوة طبعا هو نفس التاريخ المباشر راح يكون لكل الأخوة المثبتين على الملاك لاستكمال كافة الإجراءات فيما يخص التعيينات، إضافة كان هناك اتصال مع رؤساء الجامعات في نينوى حول تسهيل مهمة إصدار الوثائق التخرج لكل الأخوة. طبعا اليوم وغدا إن شاء الله ستسير الأمور بشكل أفضل من السابق.